مساء الخير، بكلم امي امبارح قالت لي ده انا كنت عامله شويه سبانخ. قلت اه، عرفت طبختي بكره ايه؟ سبانخ امي. صراحه كل ما نجربها يدعي لي ويدعي لامي اكيد يعني، فخلوني اعملها معاكم. انا هستخدم النهارده السبانخ المجمده، وصفه سهله خصوصا لو بتفرزني. انا بستخدم فيها صوص الطماطم اللي بفرزنه. اول حاجه هاخد كيس السبانخ احطه هنا في الحلة، اوكي، واحط عليه دي نص كوباية من العدس مغسولة، ودي كزبرة وشبت او كزبرة وبقدونس او واحد من منهم اللي موجود عندك، وده ملح وكمون وكزبرة، وطبعا بصل وثوم. اوكي، شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ بس دي اكلتكم طول الشتاء، يعني اكتر وقت بعملها فيه في الشتاء. بما اننا كده حاليا في الخريف والجو بدأ يبقى حلو، فهتحبوها قوي. حطهم على النار وحط عليهم تقريبا نص كوباية مية، واسيب ده على نار خفيفه لحد ما يبقى زي بيوريه، زي معجون كده. تحس ان العدس داب والبصل ودخل في السبانخ وكلهم بقوا مع بعض حاجه واحده، وشميت ريحه مش طبيعيه، ريحه تجنن. ف نغطي عليهم ونسيبهم ينطبخوا مع بعض. طلعت الريحه اللي قلت لكم عليها، خلاص شوفوا. اخليها لا كمان شويه، كمان لما العدس يدوب اكتر من كده. كده تمام، اوكي. زود بس شويه الميه لان خلاص دلوقتي. هزود عليها ايه؟ كيس من صلصة الطماطم اللي انا بفرزنها. لو مش بتفرزني بنزل الوصفة في الانستجرام، هتلاقوني كتبتلكم طريقة الصوص ده لوحده تعمليه ازاي، لان لازم تحطلها طماطم متسبكة مش طماطم طرية عشان تطلع الطعم اللي بحكي لكم عليه ده. اوكي، تقيلة قوي، فبرضه هزودها شوية مية لأن الصوص بتاعي برضه تقيل. خلاص، واسيبها على نار خفيفة خالص 20 دقيقة، تغلي كده مع بعضيها وبس، وهتكون جاهزة عندي. طعمها مع رز، طعمها ما ينشبع منه، مع رز، مع فراخ مشوية مسلوقة أو محمرة اللي تحبيه. رهيبة رهيبة، يعني انا بالنسبه لي طول النهار اخد طبق من دي واكل، خصوصا كمان اللي عندهم نقص في الحديد، غنيه جدا بالحديد، وخدوا معاها عصره ليمونه كمان فيتامين سي، او كلوا معاها برتقال او اشربوا عصير برتقال. صراحه يعني جمعت بين كل الحاجات الحلوه، الفايده والطعم اللذيذ. خلاص شوفوا جاهزه، طفيت عليها النار. خلاص كده، وقدميها مع فرختك المحمرة أو المشوية والرز بالشعرية، شوية جرجير على فكرة، و ليمونة، عصرة ليمونة. وأسمع حد يقول لي دايت، يا جماعة الأكل ده لذة من لذائذ الحياة الكبرى. علي الأستاذ يحيى الفخراني، عارفين يعني إيه لذة من لذائذ الحياة الكبرى؟ شوفوا، مهما نطبخ ومهما نعمل وصفات ونلف وندور، مفيش زي طبخ امهاتكم. يا
يعني تروحي هندي صيني ايطالي، هترجعي في الاخر وتلاقي ان ده ألذ أكل التكليف.